اليوم سنقدم لكم أسراراً نفسية نادرة ومثيرة من علم النفس ستسمع بها لأول مرة. أنصحكم بالمشاهدة للنهاية لتستفيدوا أكثر ودعمنا بإعجاب للفيديو. وإذا كنت من محبي علم النفس أدعوك للاشتراك معنا لتصلك جميع المعلومات والحقائق النفسية. الشخص الذي يحبك لن يتركك أبداً، لأنه حتى لو كان هناك 100 سبب للترك سيجد سبب واحد للبقاء. يقول أحدهم: الاهتمام دون طلب يكون أجمل، والحب دون خداع يكون أروع، والصداقة دون مصالح تكون أعظم. حسب علم النفس كل شيء ممكن أن يكون له فرصة ثانية ما عدا الثقة. عندما يفقد الإنسان ثقته في شخص ما أو شيء فإنه من المستحيل أن تعود كما كانت. يقول أحد الحكماء: فرق كبير بين أن تحبها لأنها جميلة أو أن تكون جميلة لأنك تحبها. يقول علم النفس: أسهل طريقة لنسيان امرأة تحبها هي أن تتزوجها، غير ذلك ستبقى تحبها. وهذا لأنه عادة فعندما يحب الرجل بقلبه فلن ينسى ذلك الشخص طالما حيا. هنالك بحث نفسي أثبت أن المرأة الجميلة غير راضية عن نصيبها في الحياة، وتعتقد دائماً أن غير الجميلات حظهن أقوى في الحب والزواج. إزعاج شخص بينما هو نائم يمكن أن يزيد من خطر إصابته بالانهيار العقلي، وقد تمتد تلك الصدمة لمدة أطول ثم تزول أو تبقى للأبد. عدم الرغبة في التحدث مع أقرب شخص لقلبك والذي كنت في قمة سعادتك عندما تتحدث معه يدل على أن علاقتكم وصلت إلى مرحلة الانهيار. الغياب يكشف لك مقدار تعلقك بالشخص أو مقدار الراحة العظيمة بغيابه. الغياب يفسر الشعور بكل صدق. مهما كنت متوتراً، غسل الوجه بالماء البارد يقلل من التوتر والقلق، وهذا بسبب أن الماء البارد يعطي إحساساً بأن كل شيء على ما يرام. إذا كنت تجد صعوبة في النظر إلى عيني شخص ما، فحاول تحديد لون عينيه دون إظهار ذلك بوضوح، ستجد نفسك تنظر إليه دون خجل. عندما تجد أنثى تحب النوم كثيراً، فاعلم أنها تتألم داخلياً، وأحياناً تلجأ للنوم ليس طلباً للراحة، ولكن هرباً من الواقع المؤلم الذي تعيش به. الشخص الذي لا ينام بسهولة في الليل، فاعلم أنه يسترجع شريط ذكرياته ويفكر في بعض الأشخاص، وأحياناً يفكر في المستقبل وما هو قادم، والبعض فقط يبكي في صمت. شكراً جزيلاً على المشاهدة. إذا استفدت من هذه المعلومات لا تنسى دعمنا بإعجاب وتعليق محفز. وإذا كنت من محبي علم النفس أدعوك للاشتراك معنا لتصلك جميع المعلومات والحقائق النفسية.